ومنه دائما وابدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام، من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الطائف، لسباقات الهجن العربية الأصيلة، أحييكم بأجمل وأطيب التحايا، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات على بركة الله. أعلنت بداية وانطلاقة ثالث الأشواط في هذا المساء والذي خصص لفئة الإبكار، ومع تحديات سن الصغار، سن الإبداع وسن الإبهار، سن الحقائق، ومسافتنا هي 3 كيلو مترات ضمن تحديات وانطلاقات هذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان ولي العهد. وفي النسخة الثالثة المقام هنا في هذا المضمار، نبحر مع مقدمة الشوط، ومع المركز الأول يتقدم عبد الهادي بن محمد بن صافي المري مع المركز الأول، ومع انطلاقة هول مع المركز الأول، ومع صدارة الشوط المركز الثاني. الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار وانطلاقة شعار الحصاد سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجهني، يقدم لنا أبها مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمة لمحة لمحمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري، ورابع الأسماء تتقدم في هذه اللحظات. الشرائع هي القادمة لعاطف بن عطية بن حسن القرشي. والمركز الخامس القدوم والوصول من شعار ناجي بن مسفر بن صالح العجمي مع متعبة، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، من انطلقت وانفردت مع مقدمة الشوط ومع الصدارة الأولى، من تنطلق في هذه اللحظات بشعار عبد الهادي بن محمد بن حمد الصافي المري، مع انطلاقة هول مع المركز الأول مع صدارة الشوط، يتقدم هذا الشعار محتكر الأشواط الرئيسية في هذا المساء، يقدم لنا هول والأداء يا أبو محمد 100 على 100. هول مع المركز الأول يتقدم السريع بانطلاقة شعاره الكبير الذي اعتاد على الحضور المشرف، الذي اعتاد على النواميس، على الانتصارات. ها هو الآن يتقدم وينطلق مع أول المراكز. الخطورة بدأت في هذه اللحظات مع اندفاعة الشرائع لعاطف بن عطية. القرشي قادم مع افتتاح الكيلومتر الأخير، وشعار العجمي قادم مع متعبة ناجي بن مسفر بن صالح العجمي، وأيضا الوصول أيضا القدوم من شعار بندر بن محمد الدهاز العتيبي، يقدم لنا الراهية، وشعار بن بعيران ينضم للمعركة الأمامية. محمد بن عبيد بن بعيران المري يقدم لنا شعاره، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط. هول تقدمت ولكن الشرائع تسللت وانطلقت. متعبة متعبة ما شاء الله تبارك الله، متعبة انطلقت مع المركز الأول، اندفعت مع آخر الأمتار بشعار ناجي بن مسفر العجمي. 500 متر ما تبقى عن النهاية، يا ناصر يا بن غازي من يتابع متعبة مع آخر الأمتار القادمة بكل قوة. وصلت مدد حفيظ بن سعيد الغفراني المري، يصل مع المركز الثاني، ولكن متعبة 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 الأمتار الأخيرة، اللحظات الحاسمة، مدد ومتعبة، مدد ومتعبة، مدد مدد، الله الله الله، غيرت غيرت ما شاء الله تبارك الله على هذا الاندفاع مع آخر الأمتار. مدد الحفيظ بن سعيد بن ناجي الغفراني المري، تهانينا له والنوماس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وانتصار مدد وحصولها بالمركز الأول. المركز الثاني متعبة بشعار ناجي بن مسفر بن صالح العجمي، من حل ثانيا المركز الثالث. ثالث المراكز وثالث التحديات كان الوصول وكان القدوم من شعار محمد بن سعيد بالكيل العامري
مع لمحة مع المركز الثالث والمركز الرابع، الشرائع بشعار عاطف بن عطية، القرشي مع المركز الرابع. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك مدد على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز. تهانينا لحفيظ بن سعيد بن ناجي الغفراني المري على فوز مدد وحصولها بالمركز الأول في هذا الشوط. والتوقيت الزمني 4:48 وستة أجزاء من الثانية. المركز الثاني متعبة لناجي بن مسفر بن صالح العجمي 4:49.82 من الثاني. المركز الثالث كان الوصول مع ثالث المراكز مع لمحة لمحمد بن سعيد بالكيلة 4:55.52. المركز الثالث أو المركز الرابع كان الوصول والقدوم من شعار مبارك بن فهيد بن رملان مع المسك. والمركز الخامس حلوة لمحمد بن عبيد بن راشد الفيدة.